مش لاعب كورة، ما يعني ممثل ممكن، بس بقى لا مش كاتراكتر، مش يعني كاتراكتر ممثل، لا هو لاعب كورة. ما اعتقدش ان احمد عبد القادر، مش حاسس ان انا شايفه في حتة تانية غير الكورة، بس هو شخصيته قوية، يعني هو كشخصية شخصية قوية، اعتقد ان هو في مجال الإدارة كان هيبقى حاجة تانية، لانه لعيب في سنه ده بشخصيته دي لعيب ما بيهابش المواقف. والله هو ممكن يشتغل مثلا محلل في استوديو كورة، او ممكن اعلامي مثلا، يعني الفيلد ده يعني ممكن. ده رسام فنان، يعني هو اصلا عنده صورة بديهة وحسن تصرف وكده، ولعيب موهوب موهوب يعني. نقول فنان بقى يعني، عشان هو ما بيحبش يجيب، يعني ما بيحبش يعمل حاجه كده، لازم حاجه جميله يعني. يعني اي جون بيحب يجيبه ما بيجيبوش كده عادي، لا لازم بشكل جميل يعني. تحس ان هو طيب كده، تحس ان هو زي كانه مدرس والله، تحس ان هو محترم كده وابن ناس. اشتغل ايه؟ لا انا مش شايفه غير في الكوره، او كان ممكن يشتغل بقى في بيزنس حره يعني. يعني ممكن مثلا مدرب كوره مثلا، عنده قدرات مثلا وطموحاته حلوه في الاهلي وكده يعني، وبالذات اخر هدف بتاع المريخ السوداني، وما شاء الله عليه يعني، ربنا يبارك له. هو ممكن يعني يبقى يعني يمسك حاجه في بنك، لان هو انسان محترم وهادي. باش مهندس يعني، هو مهندس في كره القدم، برضه ينفع يبقى مهندس بره كره القدم يعني. هو احمد عبد القادر من اللعيبه المحترمه، اللعيبه اللي مهاراتها عاليه، ولعيب فنان يعني بصراحه، وهو اصلا بطبعه هادي، فاشتغل في مجال الاعلام. مدرب كوره، لانه بيفهم دماغه فيها كوره. هو بصراحه هو احساسه كده ان هو يبقى فنان كوميدي، هيبقى الكاركتر بتاعه عالي جدا يعني بصراحه يعني. يعني ده احساسي كده بالنسبه له يعني. والله هو كوميديان بصراحه، احنا بنستمتع لما بيمسك كره في الملعب، بنحس ب هو مهاره حرفيا، مهاره حلوه جدا، واحنا كجماهير اهلي احنا بنحبه وبندعمه وفي ظهره في اي وقت وفي كل مكان.